دكاترة ولا دياولو قبل النوم وهتدعي لي. بالسلامة. عادي يا حلو. تسعة. تسعة في الخير. تسعة وهناك 22 يبقى 31 راحت عليك يا حلو. راح. والمشاريب عليك. لا دي محتاجة تطبيقة. لا احنا هنحبرة ولا ايه يا جرجس؟ مش انت هتقول لك احنا نلعبوا مع بعض انتوا على طول نقلوا الايه؟ الحساب عندي. تشكر يا عمر يا ابني. يا سلام ما صدقت بتتلكك انت. القهوة بتاعتنا فرغالي والنبي. وعندك قهوة الباشمهندس عمر وصلة. شوف ربنا كبير ازاي يا استاذ. بمناسبة الوصلة يعني وكده. هي الحواديت بتاعت الجواسيس اللي بنشوفها في الافلام العربي بتبقى بجد؟ امال ايه؟ ده احنا ياما علمنا عليهم. طب ومعقولة يعني احنا علمنا عليهم وهم ما علموش علينا خالص؟ لا هم برضو مسكوا ناس مننا عندهم، اصل الحرب دي سجال. الله يطمنك. كتير اللي مسكوهم يا استاذ ابن حسن. الله اعلم. طب واللي بيمسكوهم دول بيعملوا فيهم ايه؟ يعدموهم زي احنا ما بنعمل في الناس بتوعهم، امال ايه؟ لا بس احنا عندنا شويه رحمه، احنا بنعاملهم كويس قبل ما نعدمهم، انما هناك بقى بيخلعوا بوافرهم ويكسروا اسنانهم ويسلخوا بالبول. بص 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 بقى خبير في الوسام وهو يا دوب بيدور مكنه السينما، انت يا دوب حته واحد بتدور مكنه سينما عشان الناس تتفرج. ما هو لله انا لفات الناس هتشوف ولا هتتفرج. ولا هيشوف ولا هيتفرج. العب دور تاني. خليني اعلمك. خد العب العب دور تاني. انا هعلمك بقى الطول شكلك. خش. مش عاوزين كسوف بقى. الاكل ده كله لازم يخلص، ومن النهارده تعتبري نفسك تبعي انا. خلي بالك فريده ما بتقولش كلام فاضي مجالس كده، واعتبري نفسك من النهارده تابع انا كمان. ميرسي. بس احنا كده عملنا كماش على الشام. عندك حق. لا بس حرام، ما هو برضه مش هنبقى كلنا عليه، كفايه اللي بيشوفه هو خالد في الشغل. يعني من الاخر كده عشان تريحي روحك. اتفضل يا حبيبي. ميرسي. انا كنت بقولي. كنت بتقولي عشان تريحي روحك اعتبري نفسك الزوجه الثانيه. ايه؟ وضحي لها وضحي لها عشان خدتها بجد. قصدي يعني اللي عنده ظروفنا بيعتبر نفسه الزوجه الثانيه، والشغل هو الزوجه الاولى عشان بيبقى محتاج تركيزهم ووقتهم. انت فاهمه بقى شغلهم خطر قد ايه؟ اكيد طبعا. ومش عايزين ننسى ناخد تليفونات بعد الاكل عشان هتحتاجيني. كده انت ضيعت يا هشام. تلميذك يا فندم. بص يا ندى، احنا فعلا بنتعرض لضغوط جامده جدا، بيوصل لاحيان ممكن نغيب عن البيت اسبوع. دي المقايسه بتاعت النجار ودي المقايسه بتاعت الكهربائي، وبكره هيجي لك السباك يركب الحمام والنصبه بتاعت المشروبات. نصبه؟ وايه الارقام دي يا خال؟ ارقام ايه؟ ما هو كله مظبوط قدامك بالشعر اهو. انا لفيت عشان اجيب لك خامات باقل الاسعار. ومين قال لك ان انا عايز اقل الاسعار يا خال؟ لا حول الله يا رب، انا عايز المعقول. خلاص يا عم، ننزل بكره تاني السوق ونلف لفه تانية. بقول لك يا خال، ما تريح روحك انت وتخليني اعمل اللي في مزاجي. تعمل اللي في مزاجك؟ ما تحضرينا يا رؤية. ما انا حضرك اهو يا ابراهيم. ما تتكلمي يا فاطمه. خير يا خال. يا عمر. يا خال. يا خال ايه؟ ما نشوف اخوك. ايه ده بس يا ابراهيم؟ اهدى ازاي بس يا رؤية؟ انا شقيان معاه وطالع عين اهلي معاه، وانا مقدر السبع سنين الغربه اللي قاعد يلم فيهم الفلوس. السوق غدار وهو ما يعرفش حاجه. ولا انت كمان تعرف حاجه يا خال؟ جرأيه كامل، انت مش هتحاسب على كلامك ده يا اخي. والنبي يا فاطمه اتنقطينا بسكاتك. الفلوس اللي هتتصرف دي انا اللي تعبت وشقت فيها، مش عايز فاتي. عن اذنك يا خال. هو ده اللي ربنا قدرك عليه بعد اذنك يا خال؟ معلش عندي شغل بدري. خلاص اشتكتني لطوب الارض. بقول لك يا خال، سيبني اظبط الدنيا بمعرفتي بقى، وبعد كده ان شاء الله بشوف لك دور فيها. كانت ليله حلوه قوي يا ديده، ربنا يخليكي ليا. ميرسي. ايه مالك؟ ما كنا كويسين. دكتور بدر كلمك مش كده؟ دكتور بدر مين؟ دكتور بدر اللي متابعه معاه، واللي انت اكيد دلوقتي فاهم كويس قوي انا بتكلم عنه. هو كلمك وقال لك حالتي كانت عامله ازاي، وانت انت بقى وضبت حكايه العشاء دي كلها عشان تلهيني، صح؟ بالذمه ده شكل واحده اتلهت يا فريده.
ليه بس مثلا يعني ما تقوليش ان انا بحاول ارد لك جزء من الحياه الحلوه اللي انت عاملاها لي وتركيزي في شغلي والاستقرار اللي انا فيه. يا فريده انا مهما حاولت اوفيك حقك مش هقدر. ربنا يخليك ليا. يا رب. مفيش ويخليك ليا؟ طب يلا. لا ما يلا من هنا، روح اعمل الشاي لروحك. شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هدية وليالي رضية احملها بعيني. اهلا 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 ست الكل، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حوده، وحشتوني. انت اكتر، ترابيزتك محجوزه زي كل سبت حتى وانت مسافره. اتفضلي. ميرسي. اتفضلي يا ولع. ايه يا وشيشك؟ اهلا وسهلا ست ساره. شلونك سهيل؟ شاكو ماكو؟ ماكو شيء جديد، سلامتك. الحمد لله على السلامه. لولا اني بعرف انك بتحبي تقعدي لحالك كنت عزمتك بعد الغيبة. بعرفك بخيل. يا ولع الشيشة. دي أو الشيشة هتكون بين إيديك يا ست سارة. بقول لك يا سبوبة، هي مين الست اللي بيجروا عليها دي؟ الست الجامدة أوي دي؟ دي الست سارة. لا يا راجل، أنا بحسبها خالد. لا مش خالد، سارة. مين سارة يعني؟ لو عايز تعرف مين سارة يبقى لازم تكون عارف عم دمنهوري. عارف عم دمنهوري؟ اه. اسال عم دمنهوري عشان هو اكتر واحد عارف كل حاجه عن كل الناس اللي في البلد دي. طب انا اسال عم دمنهوري ليه؟ وانا صغير؟ سمعت انك مشهوره هنا بس واضح ان انا الوحيد اللي مش عارفه بصراحه. ساره ستيفان. سارة ستيفان روستي؟ وانا طولي يكون ابويا الله يرحمه، كان دمه خفيف قوي. سارة ستيفان بس بزنس وومن. طب هو يا ترى ايه نوع البزنس اللي انت ممكن تعمليه مع شويه المعفنين دول؟ مصري. ها عرفت منين؟ من سفالتي. ها من لهجتك يا فالح. لا بجد يعني واحده في نظافتك وشياكتك هتعمل ايه مع شويه الرعاه دول؟ ممكن تسيبني اكمل؟ اه اتفضل. انا بزنس وومن الصبح وبالليل رقاصه. لا انت مش معقول. وانت تجنني. لا بجد بقى، انا بالليل نائب مدير منظمه حقوق المهاجرين العرب في الدول الاوروبيه. دي ايه المنظمه دي؟ اول مره اسمع عنها. اكيد اول مره تسمع عنها. ما دام ما تعرفش ساره ستيفان يبقى اول مره تسمع عن المنظمه دي. لا دي فرصة سهلة جدا جدا.